السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: الأمن الغذائي العراقي بين الحقيقة والسراب. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب الأستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب والذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. وفقا لمؤتمر القمة العالمي للأغذية، فإن الأمن الغذائي هو الوضع الذي يتحقق عندما يتمتع جميع الناس في جميع الأوقات بإمكانية الحصول المادي والاقتصادي على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي احتياجاتهم الغذائية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحية. هناك أربعة أبعاد ضرورية لتحقق الأمن الغذائي، وهي التوفر المادي للغذاء، ثم الحصول المادي والاقتصادي على المواد الغذائية، ثم الاستفادة من المواد الغذائية ويقصد بها الاستفادة الجسدية، وأخيرا استقرار الأبعاد الثلاثة بمرور الوقت. ويعني هذا أنه حتى لو كانت كمية الطعام التي يتناولها الشخص كافية اليوم، فلا يزال ينظر إليه على أنه يعاني من انعدام الأمن الغذائي إذا لم تكن لديه القدرة الكافية على الحصول على المواد الغذائية بصفة مستمرة. الآن نسأل مشاهدينا الكرام، هل تتوفر هذه العناصر الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في العراق؟ ولماذا لم تستثمر القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن العراقي بعد عام 2003؟ وما هي البدائل فيما لو تفاقمت الأزمات العالمية وأضرت بالاستيراد الذي يعتمد عليه العراق؟ وأيضا لماذا حولت الحكومات المتعاقبة العراق إلى بلد مستهلك غير منتج يعتمد على الاستيراد سبيلا وحيدا لتوفير المواد الغذائية للمواطن؟ هذه الأسئلة وغيرها بإمكانكم أن تشاركوا للإجابة عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع مشاهدينا الكرام. الآن نتابع في هذا التقرير الإنفوغرافيك بعض الحقائق بشأن مستويات الفقر والجوع في العراق، لنشاهد. مشاهدينا الكرام، نرحب الآن بالأستاذ عبد الله سلمان، الكاتب والباحث السياسي، معنا عبر سكايب. حياكم الله أستاذ عبد الله. أهلا بك وبمتابعيكم الأكارم. أستاذ عبد الله جاهز معنا سكايب؟ نعم. طيب أستاذ عبد الله، يعني نبدأ بالتعريف للأمن الغذائي ومقوماته. عندما يتحدث المؤتمر العالمي للأغذية عن عناصر معينة يجب أن تتوفر من أجل تحقيق الأمن الغذائي في أي دولة في العالم،
التوفر المادي للغذاء، ثم القدرة الاقتصادية على الحصول على هذه على هذا الغذاء، ثم استفادة الإنسان من هذا الطعام، ثم بعد ذلك الاستمرارية في توفر هذه العناصر لتحقيق الأمن الغذائي. هل تعتقد بأن هناك توفر لهذه العناصر في العراق؟ الظروف الاقتصادية في العراق وما يعيشه المواطن العراقي ليس نتاج اليوم أو نتاج أزمة عالمية أو نتاج أزمة إقليمية في الوضع الحالي، بل هو نتيجة إهمال وتراكم متعمد من الحكومات المتعاقبة، حكومات الاحتلال المتعاقبة للإضرار بالمواطن العراقي، وبالتأكيد ستكون أول الأضرار تكون على الأمن الغذائي للمواطن لإلهائه وجعله يبحث عن وسائل وضرورة تأمين هذه الوسائل المعاشية الأساسية، منها الأمن الغذائي له ولعائلته. فبالتأكيد هو عمل متعمد تتصرف به الكتل السياسية التي تقود البلد بعد الاحتلال إلى يومنا هذا. هذه هي الإشكالية في العراق، وليس الإشكالية في البرنامج الغذائي أو الأزمة أو التصريف أو غيرهم. لم يضعوا أي مخطط اقتصادي ينفع المواطن أو ينفع وضع استراتيجية سليمة لتأمين الأمن الغذائي، وهذا معروف عند كل الدول، حتى الدول الفقيرة تضع برامج متخصصة تؤمن للمواطن ما يسمى بالأمن الغذائي الاستراتيجي لكل مواطن، خزين استراتيجي وغيرها. هذه كلها سياسات تعتمدها الدول بما فيها الأقل فقرا في العالم، على الأقل لتخفيف الضرر على المواطن ومساعدته في تجاوز أي أزمة وتأمين أبسط حقوقه الإنسانية. طيب. الحصول على الأكل والشرب بأبسط الوسائل. يعني حضرتك تعلم والجميع يعلمون أن العراق أساسا هو بلد زراعي. طيب عدم توفر المادة الأولية لتحقيق الأمن الغذائي اللي هو الطعام عن طريق استغلال المساحات الزراعية الموجودة أو المساحات الخضراء الموجودة، لماذا تم إهمالها بهذه الطريقة؟ لماذا لم يتم استثمارها بطريقة تحقق الاكتفاء الداخلي للعراق، وبالتالي تبعد عن فكرة الاستيراد أو الاعتماد على الآخرين، وبالتالي التأثر بالأزمات العالمية؟ علينا أن نذهب إلى جذر المشكلة الأساسية، هو الاحتلال. الاحتلال لم يأتي لتطوير البلد ولا يأتي لخدمة المواطن، وجاء بشلة مجموعة من المافيات تتسلط على رقاب الناس، فبالتأكيد غيب عن عمد كل هذه الخطط وكل هذه الوسائل، وبالعكس وإنما يعني أسقط كثير من الاستحقاقات والإمكانيات التي بيد الفلاح العراقي والمواطن العراقي وصاحب المصنع الصغير. كل هذه الإمكانيات كانت متوفرة بيد المواطن، يستطيع أن يداور اقتصاده ويداور وضع معيشته، ولكن بالقصد وبالإهمال هو تجفيف موارد العراق الاقتصادية لإذلال الشعب العراقي وإيقاف حركة النمو والتطور في هذا البلد. هذا هو الهدف الأساسي للاحتلال، وجاءوا يعني الأطراف السياسية التي جاء من الاحتلال تعتمد هذه السياسة وتعمقها وتزيد الأذى بالشعب العراقي. طيب يعني أستاذ عبد الله، هنا سؤال يتعلق بما تفضلت به بشأن دور الاحتلال في تدمير كل القطاعات الحيوية في العراق. هذه طبعا ربما جزئية تستغلها الأحزاب الموجودة حاليا وتتحدث لتبرر الأزمات التي يعيشها العراق، وتلصق هذه التهمة بالولايات المتحدة. هل يقع كل اللوم على أمريكا أنها السبب فيما يتعرض له العراق الآن من أزمات، أم أن من جاءوا مع الاحتلال أو بعد الاحتلال هم الذين فاقموا من هذه الأزمات؟ الذين جاءوا نحن نعرف من أين جاءوا، جاءوا من دوائر، جاءوا دوائر مخابراتية. هذه الدوائر اللي هي أمريكية وإيرانية تعتمد تدريبهم على تهديم الاقتصاد العراقي لصالح إيران مثلا. الآن اليوم العراق سوق إلى إيران، الهدف منه والعمل على هذه الخطة هي كل القوى الإيرانية اللي موجودة في السلطة تعمل على إيقاف كل النشاطات الاقتصادية العراقية الصحيحة والتي تخدم المواطن، أو تخدم على الأقل إلغاء البطالة، إنعاش السوق الاقتصادي وغيره. كل هذه هم يعملون على إعاقتها لصالح إيران، فبالتالي عن عمد لا يعني
هم يبررون أي ما يبررون، هم عملاء لأمريكا، هم عملاء إلى إيران، فكيف يبررون لسيادهم؟ يعني هل السيد هو الذي يقولهم اعملوهم لا يعملون؟ بالتأكيد لا، يعني هم مأمورين بهذا العمل وهم ملتزمين بتطبيق الأوامر التي تأتي من أسيادهم. طيب، أعود لحضرتك بعد قليل أستاذ عبد الله. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في منبر الرافدين نجري استطلاع رأي دائما في حلقاتنا من الداخل العراقي، من الشارع، نستمع إلى آراء المواطنين. جئناكم ببعض الآراء بشأن أجوبة عن تساؤلات طرحناها بشأن الوضع الاقتصادي في العراق وتأثر المواطن بهذه الأزمات، وهل يستطيع المواطن العراقي في الظروف الحالية التعايش مع أزمة انخفاض قيمة الدينار وارتفاع الأسعار واعتماد البلد على الاستيراد ومحاربة الزراعة وغيرها من هذه التفاصيل؟ نستمع إلى بعض الآراء ثم نعود. هسه كل شيء صاعد، كل شيء صاعد، يعني تروح هسه على القطيب بيبسي مربع صار ب 500، زين، تروح على الأدوات الاحتياطية كلها صاعدة، تروح تشتري لك حاجة كلها صاعد، الواقع ماكو أحلى من يمه، مو؟ العالم جاي يطلب، بس الفقير ما يكفي، معيشة صعبة. والله بصراحة احنا أصحاب الرواتب ما جاي نقدر نأمل قوتنا. يعني اليوم اللي كان يستلم 700 على هذا صعود الورق، يعني جاي يستلم 350. يعني جاي يشوف الحالة، الحاجة أم الألف صارت ب 3000. وما نحكي عن الزيت وعن الطحين وعن الأمور، حتى أبو التاكسي هسه ذات وقفة يعني كروته تختلف، فما أعتقد الوضع يسمح للفقير يعيش بهيك وضعية. والله صراحة يعني بعد أنت تعرف العراق بلد استهلاكي، وبالنسبة للصناعة انتهت بالعراق، لا تفكر بصناعة بالعراق، لا تفكر، وجائز حتى الزراعة عن قريبها راح تنتهي، أنا اللي أشوفه يعني بعد ما أعرف، نسأل الله من مر بهذا الوضع. هي وين هالحكومة؟ أنت تقول الحكومات، هسا احنا نريد حكومة، ما نريد حكومات، نريد حكومة واحدة بس حتى تثبت لنا أنه المواطن العراقي جاي يعيش. ويعني شاهدنا خليجي 25، فرحنا 10 أيام وهاي صارنا 15 يوم، الله وكيلك العالم ألف ما عدها، فما جاي يقدمون شيء مع الأسف. والله من عمي أكيد الفساد، بس هو هذا اليوم اللي يصير بصعود الورق هو الفساد، اللي يصير بالسوق الفساد، وفساد السياسيين هم قل احكي لك اياها. والله اخي صعب هذا اليوم من تامين القوت اليومي بنظر الارتفاع اللي يصير للدولار، واعتقد يعني حاله محيره حقيقه. الفقير دي يعيش حاله ازمه قويه جدا، والباقي على الله سبحانه وتعالى ان يسهل الامر للمؤمنين. تتبع السياسه، سياسه الدوله، هذه بسياسه الدوله، الدوله ممكن هي تحل الازمه، مو المواطن يحل الأزمة. هاي الأمور كلها بيد الدولة وبالأخص الحكومة. يعني عقدة كبيرة جدا اللي هو تراجع الزراعة والصناعة عندنا. لو كانت زراعة صحيحة وكانت صناعة صحيحة ما مرينا بهذه الأزمة، لأن كان صار عندنا مورد غير المورد النفط. الاعتماد البلد هسه 99% على النفط. لو كانت هناك زراعة وكانت هناك صناعة ما كان صارت عندنا هذه الأزمة، ولا حتى كان تأثرنا حتى بالدولار. يعني هي المشكلة، يعني هو مجتمع كله تغيرت أطباعه، يعني المسؤول بدأ ينظر إلى نفسه قبل ما ينظر للآخرين. المواطن البسيط يعني يحاول أن يحوش النار القرصة ويخلي جاره جوعان، وإلا هو يعني هسه مثل الأسدي وقوم الأسدي، يعني يمثل برلمان ويختلص 17 ويذب له 7 والباقي 10 ينزلوهن إلى أو يقومون له في خدمة. يعني هذا المفروض أن يتعلق أمام الشعب ويتحاسب من أهدوب عيونه، يقول له ذبهن كلهن، كل فاسد. يعني هذا لأنه ضمائرهم ميتة، ابن المعامل وابن الحسينية وابن الحي طارق يأكلون من النفايات، وهو يتنعم بقوت الأطفال هذه اللي عايشة على النفايات. مشاهدينا الكرام، الآن نستقبل السيد أحمد من ألمانيا، أول المتصلين معنا في هذه الحلقة. السيد أحمد حياك الله، تفضل. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي الكريم، بالنسبة إلى صعود الدولار و المسألة التي يعاني منها المواطن العراقي، حقيقة الآن في كل أنحاء العالم أكو
تذبذب بالاقتصاد العالمي، اكو صعود بالدولار، نزول باليورو وكذا وكذا، ولكن بصوره عامه في العراق نظرا لاعتماد العراق في ميزانيته في موارده على النفط ويعني اقتصاد ريعي يبيعون واستغلال دول الجوار وتهريب الدولار الى دول الجوار، محاربه الصناعه، محاربه الزراعه، محاربه كل شيء في العراق، اصبح العراق فقط مستهلك سوق لدول الجوار، طبيعي جدا يكون هذا الوضع. طيب لكن سيد احمد، سيد احمد، الجزئيه اللي تتعلق بالامن الغذائي مثل ما تفضلت، الازمه عالميه، الازمه الاقتصاديه، هناك ازمات في دول كثيره تاثرت بالحرب الروسيه الاوكرانيه، لكن هذه الدول عندها انتاج محلي على الاقل، يعني الحدود الدنيا للاساسيات موجوده، لكن العراق البلد المفروض يكون هو سلة غذائية يصدر إلى الآخرين، هو بالعكس يعيش على الآخرين مستورد. طيب ليش ما تم استغلال هذه المساحات، ما تم الاستفادة، ما تم الاستعداد للأزمات العالمية؟ يعني وين الخطط اللي يتكلمون عنها؟ أخي الكريم، أولا علينا أنه نعرف، وجنرالك أكيد تعرف، وأكيد المستمعين ومشاهدين الكرام يعرفون كل الزين، بأنه من يتحكم بالبلد الآن هو ليس أهل البلد. من يتحكم بالبلد الآن هو عدو للشعب بكل ما تعني الكلمة، هم يخدمون أجندات لدول الجوار، همهم بطونهم وهمهم أن يرضى عنهم الولي الفقيه في إيران وترضى عنهم أمريكا وترضى عنهم غيرها من الدول، سواء من السنة والشيعة والأكراد، أتكلم عن الجميع. ومع الأسف يعني أرجع وأقول، أنا دائما في كل لقاءاتي أقول الصوت، صوت الشعب كيف تكون يولى عليكم. هناك الكثير من الحلبوسي والآمري والمالكي، خطوط حمر يا أخي. طيب يا أخي، من جعلهم خطوط حمر؟ اللي يرضى عمل المالكي، اللي يرضى عمل الحلبوسي، معناته هو قادم أو راضي بأنه الشعب يذل. طيب سيد، نعم سيد أحمد، أنا أشكر حضرتك وأعتذر طبعا لضيق الوقت. معنا السيد أبو علي من الناصرية، تفضل يا أبو علي. الله يشافيك أبو جاسم، شلونك؟ حياك الله. الله يخلي هاي الإذاعة، الله يحفظك، الله يخليكم، الله يسلمك. أنتم إخواننا بالخارج ضايقين عليكم والله. تفضل يا أبو علي. نعم. لا حول ولا قوة. أخوي أقول لك، شوف خلنا عايشك أبو جاسم. نعم. الغذائي ما أنا أشوف بين أمريكا وبين إيران وبين السياسيين، هذول السياسيين ماكو يعني ما يشتغل بلده، كله يشتغل خارج. يعني هذا لما يجي أبو إيران، أبو السفارة اللي عندنا يأخذ الأموال وين وديها؟ لإيران. فذول الإيرانيين هم قالوا نشوف أجوا واحد بعدهم قال يصورون ويانا ميليشيات، ما يصورون ويانا، إحنا ماكو، أنتم أعدانا. طيب. واحد بعدهم ماكو هذا، حركة الثوري قال أنتم تصورون ويانا، من تصورون ويانا؟ ماكو، هنا نقتل اللي ذول اللي عندنا. طيب أبو علي سريعا، الوضع الاقتصادي بمدينة الناصرية محافظة ذيقار، شلون عايشين الناس؟ أنت دا تشوف في داخل المدينة شلون الوضع؟ والله يا أبو جاسم، الله وكيلك، زعاطير زين، ناس كبار تقدي، بنات تقدي، يعني شوف أبنائي مو كبير، يعني مو كبير تقدي، زين عايشين على الزبال، زين هم شوف أبو جاسم حبيبي، يعني يحكون عن النظام، يعني ذاك عم ما تهم مثلهم، زين احنا ماكو، حتى ذولا ماكو شيعة قالوا احنا نريد قائد، من عندنا بينا، هذا الجعفري، هسه هم يحكون عن نظام، ذاك ما سوى شيء، الله وكيلك، ذاك طيب. يعني زين عندنا وجبه، زين بيت الطانه، زين يعني ذاك، يعني شوف ذاك الرئيس، زين اتمنى طيب. والله سيد أبو علي، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا من مدينة الناصرية. أعود للأستاذ عبد الله سلمان مرة ثانية. أستاذ عبد الله، المواطن العراقي يشتكي من الحالة الاقتصادية اللي يعيش بها، الأزمات المستمرة. يقول أبو علي عندنا ناس بالناصرية، وطبعا هذه ليست حالة في الناصرية فقط، في كل العراق موجودة، عراقيون في بلد غني يأكلون من النفايات، ليش وصل الحال بينا إلى هذا المستوى؟ أستاذ عبد الله تسمعني؟ أستاذ عبد الله هل تسمعني؟ نعم أسمعك. أستاذ عبد الله، مواطن عراقي أبو علي من الناصرية يتحدث عن الأزمات اللي أدخلتها حكومات الاحتلال إلى هذا البلد، ورطت العراقيين بالمشاكل،
يتحدث عن جزئية شاهدتها حضرتك أكيد وغيرك من العراقيين، عراقيين يبحثون في النفايات عن قوت يومهم في بلد غني، بلد يبيع أو ينتج 4 ملايين برميل نفط يوميا، ليش؟ الحقيقة يعني هو هذا البرنامج متعمد لإذلال العراقيين وإبعاد العراقيين عن مهامهم الأساسية هو النهوض ببلدهم وتطوره. هو هذه سياسة مقصودة لا تليق بحقيقة، كلام لا يليق بالشعب العراقي، لكن هم يقصدون تجويعه وإضعافه لجعل المواطن يعني يبحث فقط عن لقمة عيشه وبيت يأويه وسكن، يعني وسكن ولو بسيط جدا، لكن هم يعني بتخطيط جاد من قبل المحتل الأمريكي والإيراني لإذلال هذا الشعب، وهم ينفذون هذه السياسة عن عمد، وهو سياسة مقصودة هم أعلنوها قبل مجيئهم إلى. شنو مشكلة الشعب العراقي مع الطبقة الحاكمة؟ يعني هم يجوا إلى العراق يتحدثون عن اجتثاث حزب البعث، نظام دكتاتوري سابق خلصوا العراقيين منه مثل ما يقولون، وجئنا بفترة ديمقراطية عراق جديد. شنو مشكلة الشعب معهم؟ هذه لما يكون قوى سياسية جاءت إلى السلطة وغيرت سلطة معينة وعندها برنامج اقتصادي، لكن هم جاءوا من دوائر مخابراتية، هم عليهم تنفيذ، هم لم يمتلكون قدرة سياسية ووضوح يعني نظرية لبناء الوطن أو بناء نظرية، هم ما اختلفوا مع النظام السابق على نظرية اقتصادية، ولا هم جاءوا هم استلموا السلطة، هم جاءوا مع الاحتلال، وجاءوا ناس من الشوارع، ناس ليست لهم قيمة لا سياسية ولا اجتماعية، فأجوا سلموهم سلطة وسلموهم بلد، فبالتأكيد هم يعني خدم. أستاذ عبدالله، حضرتك أكيد تبحث وترى ويعني قرأت بالتاريخ أن هناك أنظمة جاءت مع الاحتلالات، لكن هذه الأنظمة بنت، عمرت، نعم فاسدة، ربما عميلة، لكن بالنهاية قدمت بعض الشيء إلى أبناء البلد. بالعراق اللي إجوي عبارة عن مخربين بشكل لا يوصف، اليوم المواطن العراقي ينظر إليهم أعداء مباشرين، يعني نعم هم مدعومين من إيران، بس ليش أمريكا وإيران، لكن ليش هذا التعامل مع المواطن؟ هو هم جاءوا بنفسية بغيضة، يعني جاءوا بنفسية، أنا لا أريد أن أطيل، هم تنظيماتهم شكلت في إيران على أساس قتل العراقيين، يعني أي تنظيم سياسي في الخارج يعتمد جغرافية ذاك البلد اللي موجود به، ولكن هم منذ تأسيسهم أسسوا على سبيل المثال تنظيمات حزب الدعوة في اللي موجودين في الحلة، موجودين في كندا وفي أستراليا وفي أمريكا وفي الدنمارك بنفس الخط، أهل الحلة تنظيم واحد، بمعنى لما سألناهم لماذا قالوا نعود لقتل العراقيين الموجودين في الحلة لأننا نعرفهم واحد واحد. فهذا البرنامج هو نفسه انعكس على الاقتصاد، انعكس على الوضع الأمني، انعكس على السياسة. هم جاءوا لتصفية الشعب العراقي لأنهم بالحقيقة هم لا ينتمون إلى الشعب العراقي. جئني بشخص منهم أصيل في الانتماء للعراق وطنا أو نسبا أو حزبا أو سياسة، لا يوجد هذا الانتماء لديهم، فبالتالي هم أعداء الشعب العراقي، هم يتعمدون، السلطة الوحيدة في العالم تتعمد إيذاء ناسها، تتعمد الناس الذي تحكمهم، تتعمد إلى إهمالهم، تتعمد إلى سرقة أموالهم، السلطة الوحيدة هاي نيجيريا سمعنا عنها وعن فسادها، ولكن بالتالي هم مجموعة قليلة تتم محاسستهم بين الفترة والأخرى، لكن هناك برامج تنموية تخضع إلى حكومة الاحتلال في ألمانيا في فرنسا، قامت أيضا وقدمت وخدمت وساهمت في، لكن هذولا هذه مجموعة حاقدة مريضة نفسيا لا تمتلك أي قدرة سياسية، وبعدين هناك شيء عقدي ضد الشعب العراقي، هم يحاولون إيذاء الشعب العراقي على قضايا تاريخية، يعني العراق دخل لهم الإسلام ابتلى يعني بيهم. طيب. يعني هذه الإشكالية هي إشكالية عقدية أكثر مما هي سياسية. الآن عندما ننظر إلى القطاعات المعنية بحياة المواطن وقوت يومه، ننظر إلى الزراعة، إلى الصناعة، معطلة، محاربة. يتحدث أحد الشخصيات اللي تسلموا وزارة الصناعة، محمد صاحب الدراجي، يقول جاءوني مجموعة قالوا بالنص إذا تشغل المصانع ننعى الوالد والديك. هذا حديث وزير تسنم منصب
سيادي بهذه الطريقة يتم التحدث معه. هذه الجهات هل يمكن القول بأنها أمريكية إيرانية من الطرفين، أم أن إيران خلاص هي التي باتت تتحكم بالمشهد وأمريكا أصبحت لديها بعض الجوانب فقط للاستفادة؟ هي إيران هي المتحكمة وهي المتنفذة، وهذا ما قاله العبادي في آخر تصريح له أو في وثائق أمريكية صدرت، قال أن لو أنا أكون يعني أنفذ عملية الكهرباء بالعراق سيدخل سليماني ويقتلني، وهذا موثق أمريكيا، فبالتالي هذا تصريح على مستوى رئيس وزراء، يعني النظام السياسي كله تابع إلى إيران، وأمريكا ترضى وتقبل هذا الإذلال للشعب العراقي، وتعرف تماما غطرسة إيران على الشعب العراقي والأسباب التاريخية التي تجعل من إيران إذلال الشعب العراقي والحقد وممارسة أسوأ أنواع العنف والظلم ضد الشعب العراقي بأدواتها الموجودة في السلطة بالعراق. فبالتالي هذا نهج تاريخي فارسي ضد العراق قديم وليس جديدا، ولكن الآن تمكنوا من كافة يعني بيدهم أدوات السلطة ومفاصلها الأمنية والعسكرية والميليشيات، وكل هذه هي أدوات إيرانية لإذلال الشعب العراقي لأجل قضايا تاريخية تعتمدها نظام فارس في طيب طعم. هناك طبعا مؤيدون للنظام الموجود لإيران يدافعون عن إيران، يقولون لماذا تهاجمون إيران، لماذا تتحدثون عنها، إيران بلد جار تساعدنا وقت الأزمات. نسأل أن إيران هي بلد مصدرة إلى العراق، العراق يعتاش على إيران بجزء كبير من المواد الغذائية الموجودة، المنتجات الإيرانية غزت الأسواق بجودة ضعيفة، بل حتى يصرف في العراق المنتجات المنتهية الصلاحية على حساب أرواح العراقيين. يعني نريد أن نجيب هؤلاء على هذه النقاط التي ذكروها، أنه لماذا لا تسألون من يتحمل مسؤولية عدم تنشيط المصانع وعدم الاهتمام بالقطاع الزراعي؟ لماذا هذا الدفاع المستميت بشكل مستمر عن إيران رغم أنها تصرف سمومها داخل العراق؟ حقيقة هذه الدفاعات يتيمة، لأنه ليس من العراقيين بالذات، يعني هو ناس المستفيدين من هذا النظام والتابعين له عقائديا لا أكثر، يعني ليس بأصالة المواطن العراقي أن يدافع عن بلد أضر وحارب وقتل من ناسا وبالتالي يضمر له كل هذا الحقد. وكل المشاهد والوقائع السياسية والاقتصادية تؤكد على أن إيران هي الضالع الأكبر في إيقاف الاقتصاد العراقي وعدم السماح لإنشاء أي مصنع. يعني ضباط المخابرات الإيرانيين وصلوا إلى البصرة حتى منعوا زراعة الطماطة في البصرة، منعوها، يمنعون أي شيء، طلبوا من المستشفيات أن تعدم كل الخبرات السياسية المهمة. واليوم المواطن العراقي يريد أن يذهب إلى أي عملية يذهب إلى إيران. فبالتالي أصبحت إيران يعني الملاذ الوحيد للعراقيين بأمر إيراني وبأمر الميليشيات وبقوة الميليشيات. فبالتالي يعني هو الذي يدافع هو فقط المستفيد المستفيد من 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 راتب السحت اللي ياخذون سجناء سياسيين، وياخذ يعني واحد ياخذ 4 رواتب. لكن مصلحة البلد بشكل عام ليست في نظر هؤلاء. بالتأكيد هم لا يفضلون، لا هم ولا الطبقة السياسية الحاكمة تفضل مصلحة البلد، هم دائما يجعلون مصلحة إيران السياسية والاقتصادية والأمنية قبل يعني. وإحنا يعني سمعنا جميعا أنه يطلع واحد مسؤول في الحشد ويقول إذا حارب العراق إيران أنا أقف مع إيران. صحيح. يعني بأي عرف سياسي في العالم هذا موقف غير أخلاقي من مواطن عراقي. أعود لحضرتك يعني بعد قليل أستاذ عبد الله إذا سمحت لي، نسمع رأي السيد أبو علي من الديوانية، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. وعلى ضيفك يقول أنهم ولائين لدول الجوار أم لأمريكا. أكو مثل عندنا يقول الطوش لا بشطنا ولا بالحميدات، الطوش بعشيرتنا الدول الطوش بحكومتنا الدول العانات. نعم، بس ارفعوا لنا صوت أبو علي يا شباب. ألو أسمعك، تفضل. حكومة العدل شعبي يقول الطوش لا بشطنا ولا بالحميدات، الطوش بحكومتنا الدول العالات.
يا اخي الصوت مو بدول الجوار ولا هذا الملك، الصوت بالحكومه اللي ما عندها ولاء لوطنها لشعبها. كلهم ملاهم لمصالحهم الخاصه. نعم. يعني الحكومه اللي ببغداد الموظف الصغير ايش فيه؟ مدراء الدوائر ايش بيهم دول؟ يستلم 7 ملايين 8 ملايين يبوق وياخذ رشاوي. الطبيب كذلك، المعلم كذلك، يعني دول متابعين لدول الجوار. يا اخي الخلل بالدوله نظام ما عندهم، عندهم الفوضى والسلب والنهب عندهم، هذا يعني ما حد يحاسب عليه. هو هذا اللي دمر الشعب العراقي واخر الشعب العراقي. ابو علي، ابو علي سؤال ال الحصة التموينية، البطاقة التموينية، مفردات هذه البطاقة، أنت الآن اليوم دا نتكلم اليوم شنو اللي دا تحصل عليه من هذه المفردات؟ كم مادة؟ شنو هي المواد؟ هل هذه المواد صالحة؟ ألو أبو علي تسمعني؟ أسمعك أسمعك. سألتك على المفردات، البطاقة التموينية، الحصة التموينية. الآن يتحدثون حكومة محمد الشيعة السوداني يقولون هناك تعديل، هناك تطوير في مفردات البطاقة التموينية. المواد اللي يحصل عليها المواطن مواد جيدة ممتازة جودة عالية، هذا الكلام صحيح؟ أنت مواطن من أبناء محافظة القادسية. نعم، اللي اجت التموينية في زمن السوداني أفضل من القبلة، القبلة ما نشوفها. شنو هي المفردات؟ شنو هي كميتها؟ الجودة؟ هو لا لا جودة جيدة هالمرة هاي. شنو هي المفردات؟ كم مادة تجي؟ بس معجون، فاصوليا، تمن، شكر، هذا اللي زين، زيت، هذا اللي موجود يجينا قاعد. خمس مواد؟ جودة زينة. خمس مواد؟ لا أكثر، لا أكثر، بس إنه نعم. حكاية الله موجودة جيدة هاي. نعم نعم. بس القبلة الأعمال شوفها. تمام. أبو علي حضرتك صاحب نعم. عائلة، هذه المواد ويا غلاء الأسعار ده تكفيك على المعيشة؟ توفر الاحتياجات الغذائية لعائلتك طيلة شهر كامل؟ والله يا حبيبي أنا أقول لك كل شيء مريض غذائية من عندهم، بس خلي يرفعون أجور الكهرباء والماء، لأن هي بنهبونا بيها. كل بيت مليون، 7 ملايين، 5 ملايين دمرونا تدمير. نعم. احنا ما نريد الغذائية، والله نتمنى، لكن طماطم ولا الضرائب هاي اللي حملونا أكثر من طاقتنا عليها. دول الجوار، دول العالم ماكو فاتورات مال كهرباء وماي، لان ماي هو كله من الصرف الصحي يبيعون علينا بالكهرباء والماي 7 ملايين 8 ملايين البير. خلي اسمع السوداني والديوانيه الفوضويه هاي، كل موظف كهرباء عنده سيارته بحشر شداد. طيب منين ياخذونه غير من الكهرباء؟ نعم وصلت الفكره ابو علي، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. استاذ عبد الله احد المتصلين يقول، سيد احمد من المانيا قال الشعب هو السبب، هو السبب أنه اليوم الوضع الاقتصادي منهار، هو السبب أنه يعاني من الجوع والفقر، حمل المواطن مسؤولية الأزمات اللي يعيش بها لأنه ساكت على هذه الطبقة. هل يلام المواطن أم أنه يعني الطرف الأضعف أو الحلقة الأضعف في هذه القصة؟ حقيقة يعني لو نأخذ موازين القوة ما بين المواطن وبين، يعني خليني نكون أقرب إلى الوصف، ما بين ثوار تشرين وما بين السلطة. يعني نحن نعرف أن المواطن هو يعني أقل قدرة للمقاومة من ثوار تشرين، فالسلطة تمتلك كافة وسائل القهر والاغتيال، وتمتلك طرف ثالث، يعني السلطة تمتلكها. نعم. لما تقتل الناس وتذهب بهم إلى السجون وتغيبهم وتقتل عوائلهم وتهددهم وكل هذه المسائل تمارس السلطة. يعني أي شعب آخر يمتلك مثل هذه السلطة؟ يعني الآن المظاهرات في إيران لم يظهر فيها طرف ثالث، على الرغم من أن السلطة تعدم علنا وتعتقل علنا وتقتل علنا وتقمعهم علنا، لكن لا تقول هناك طرف ثالث. تتحمل هي المسؤولية أمام شعبها وأمام المجتمع الدولي، تقول نحن قتلنا ونحن أعدمنا وسنعدم فلان بالتاريخ الفلاني. طيب. لا يوجد هناك طرف ثالث. الطرف الثالث استخدمته إيران ضد الشعب العراقي. هذا الشعب لو أي شعب آخر لم تسمع صوتا أحد. هذا الشعب العراقي شعب مقاوم عظيم. نعم. لا يلام على شيء. القوة الموجودة ضده أعلى منه. القوة الساندة للشعب ضعيفة، لا إقليميا لا دوليا
لا أحد يقف مع الشعب العراقي. هذه النبرة أنه الشعب ضعيف والشعب يتحمل مسؤولية، هذه النبرة سلبية وغير صحيحة ولا تليق بالشعب العراقي. الشعب العراقي شعب مقاوم، صار لعشرين سنة يقاوم. يعني إحنا شفنا ما جرى في البصرة في ليلة وضعاها أعادة الهوية الوطنية العراقية. عندما تسمع الظروف للشعب يخرج عن بأصالته إلى العلن، ولكن هذه القوة القاهرة اللي تمارس ضده لا توجد قوة. يعني حتى اليهود في فلسطين لا يمارسون هذا القهر والعداء والعدوانية ضد الفلسطينيين. طيب. مثل ما تمارس استاذ عبد الله الان سمعت حضرتك ابو علي من الديوانيه قال في فتره محمد الشاع السوداني مفردات البطاقه التموينيه افضل من سابقاتها من حكومات. محمد الشاع السوداني هو ابن حزب الدعوه وائتلاف دوله القانون بزعامه المالكي، هو شريك في حكومات الاحتلال المتعاقبه بعد 2003. ليش الان نرى هذا التحسن؟ هل تعتقد بانها نوع من انواع يعني افتعال الأزمات وثم بعد ذلك معالجتها لتجميل صورة هذه الحكومة؟ أزمة الدولار، غير محافظ البنك المركزي، تحسن سعر الصرف ثم عاد إلى الانهيار مرة أخرى، والآن قضية البطاقة التموينية رغم أنهم نفس المنظومة. هو هذه إشكالية هذه المنظومة، منظومة منافقة تحاول أن تستغل جانب معين عند العراقيين مثل البطاقة التموينية. وإحنا متأكدين يعني الأخ الفاضل من الديوانية صادق بكل ما قاله. قد يكون هذا التحسن محدود على لمجموعة معينة قريبة، قد يكون بس بالديوانية، ولكن تحسن الآخر التحسن الذي يسأل الشعب العراقي أن يلامس حياته كاملة، أن يلامس الوضع الاقتصادي اليومي. الحصة التموينية ليست كل شيء عند المواطن العراقي. التدريس، الصحة، التعليم، المعتقلين، المغيبين، كل هذه هي هموم للشعب العراقي اليومية. اليوم المواطن العراقي لا يأتمن على نفسه من الميليشيات. هل يستطيع السوداني أن يضمن حياة العراقيين بهذه الطريقة؟ هل يستطيع المحافظة على اقتصاد العراق؟ هل يستطيع بزج الفاسدين الكبار وهو يعرفهم بالأسماء والأرقام ما يملكون بالسجون؟ نحن لاحظنا المسائل البسيطة التي يعلن عنها سرقة القرن وغيرها، رأسا طويت ملفاتهم وانتهت الموضوع. هذه محاولات للضحك على الناس ومحاولة استغلال بعض النقاط لترقيع وجوههم والبقاء لمدة أطول في السلطة. نعم. وبالحقيقة هذا كله العراقيين يعرفوه تماما. طيب. بالتفصيل. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من منبر الرافدين. مشاهدينا الكرام، لدينا جزء آخر من استطلاع الرأي الذي أجريناه في الشارع، دعونا نشاهده سريعا ثم نعود. شو الفرد العراقي جاي يعاني، يعني يتريق ما يتغدى، يتغدى ما يتعشى، زين وشرفك هسه انا رجال مدينه الصدر، يعني جاي اكو ناس والله العظيم يعني ما يدور قطيعه الزباله، يدور بالزباله والله العظيم، جاي عوائل تذب الزباين هم يدورون بالزباين. يا 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 بعد اخوك رحم الوالديك، يعني لقمه الخبز قرصه الخبز حسره على العالم. زين شنو الوضع اللي يمر بالبلد؟ هو هذا الوضع اللي يمر. احنا شو نريد؟ نريد امان، نريد تكون تعيش بسلام، نريد واحد ياكل خبزه يعني الله يرضى بها. زين هذا ما استفادين، شو اللي استفادين من هالعالم هذا؟ كل شيء ما استفادين من السقوط ولحد الان، وقبل كنا مظلومين وهسه العالم كانت صارت بعد اظلم واظلم واظلم من هذا كل حال. والله بس الله رحمه الله سبحانه وتعالى، بس رحمه الله، ولا هذول اجوا يعني تخريب للبلد وليس يعني من صالح البلد ولا من صالح المواطن. هم اجوا كل ما هنالك يعني اعرف يعني حكومات متفاوته، ما الله ما اعرف من الخارج من كذا، هاي الحكومات يعني ما فادت البلد باي شيء ولا فادت المواطن كله. العراقيين متعلمين على هذه الاشياء، ما اعتقد اي شيء راح ياثر عليهم، وهي يعني احنا متعلمين على هاي الامور، هي عمليات سياسيه تحاول استهداف الشعب العراقي من خلال التحكم بقوته من خلال الدولار وغيرها.
بس ان شاء الله العراقيين اقوى من هذا الشيء، يعني مارين بتحديات كثيره فيستطيعون ان يعني يتغلبون على هاي الاشياء. والله قلت لك احنا المواطن العراقي بين حانه ومانه، يعني هو ما بيده شيء المواطن العراقي، بس احنا قلت لك كتكوين الفرد العراقي كتكوينه يعني تقلم ويا الوضع. هسه شوف صعد الدولار تقلم وياه، نزل الدولار تقلم وياه، احنا مجبرين على امرنا لازم نتقلم. والله العظيم يعني تعبانين، الدولار صاعد، الاسواق واقفه، يعني حتى البيع والشراء واقف هسه حاليا، حتى الاسواق واقفه، العالم شوف هسه العالم حتى تعبانه، ما عدا المعيشه تعبانه، شو اسمه هسه احنا اهل الرواتب، هسه احنا اهل الرواتب تعبانين على صعد الدولار، فرق هسه فرق تقريبا اذا رواتبنا 600 فرق بين بال 200,000، بال 200,000 كل من المواطن. هو هم لو مسوي لنا هسه زراعه صناعه، هذا الشباب قاعد اشتغلوا بيها، اشتغلوا مثل مصانع معامل زراعه صناعه، انت هسه بس هو بس قباله بس التعيين وجاي يطلعون مظاهرات على مود كل التعيين درجات وظيفيه، يعني العراق كله متعين يظل هو يشغل مصانع زراعه صناعه ويخلي هاي الشباب تشتغل وشويه يسوي قله بالعدد. شيء اكيد هو الفساد، هو المنبع الرئيسي هو الفساد، ولو ما الفساد احنا ما ظلينا بهذا الحال هسه، سوى الفساد اذا هسه تلقاهم هم كل من بيوتهم العاجيه وفلوسهم وجسمه وظل المواطن حسره الجسمه علي، كله من وراء الفساد والشسم، هم تحكي وقالوا لك تحكي على الحكومه والشسمه، اذا هي الحكومه ما موفره للمواطن اي شيء، يعني ما موفرتها سوى هسه الحصه، حتى الحصه التموينيه هي هسه ما تكفي، يجيب لك التمه النقص الدهني، يجيب لك الدهن نقص الشكر. يعني الوضع حيل تعبان وللأسوأ جايس. استمعنا مشاهدينا الكرام إلى حديث مواطنين عراقيين بشأن الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المواطن، ونسمع الآن رأي السيد أبو عبد الله من صلاح الدين. تفضل يا أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ العزيز، هي هاي الدولة يقولون عليها دولة هي جت دمار للشعب العراقي. يعني انت ما يقول لك اللي بيرفع الشعب العراقي او يخلي الشعب العراقي يرتاح ماكو شيء. يعني من هنا عندك الدولار صعد، هنا الجبايه، يعني الجبايه مو بس كهرباء، جبايه كهرباء منتجه على الضريبه، منتجه على المرور، منتجه على كلها، يعني هاي فلوسها وين عتروح؟ بجيب منو عصير؟ يعني هو عاد لك الموازنه، ابسط شيء موازنه 22 وين راحت؟ ميزانيه 22 وين راحت؟ نعم، ابو عبد الله سؤال سريع بخصوص موضوعنا اليوم، أنه ليش تحول العراق إلى بلد مستورد يعيش على الآخرين، عبد للآخرين، ليش حولت هذه الحكومات إلى هذا الشكل؟ أستاذي مو هم جو يحكمون هذا البلد، البلد العريق التاريخ ما بيشم 1000 سنة، هم ذيول لإيران، يعني إيران هسه حاصرتها أمريكا، إيران وين منفذها؟ منفذها عن العراق، يعني هو دولار قام يتفرب على إيران، التجارة من إيران، الغذائية من إيران، الفواكه من ايران، كلها من ايران. يعني نعم. ايران ما راح تقعد ايش حاله. نعم. الى متى يظلون نعم. معتمدين على النفط مصدر وحيد للدخل؟ يعني المنافذ طبعا، المنافذ الحدوديه والطيران وغيرها، الاموال اللي تيجي منها كلها رايحه لجيوب الميليشيات باعتراف الحكومه. والحل الوحيد لدخول العمله الى العراق هي النفط، طيب النفط مثل ما صار بحكومه الكاظمي ممكن يوقع ويصير تحت الصفر بالسالب. ساعتها شلون حيعيش هذا الشعب؟ هذا الشعب الى اول شو يعيش؟ يعيش السوداني والكاظم وغيره وغيره. يعني انت من تيجي تدخل تصبحت على هذا ولمست على هذا. يعني نعم. جوي ناس ماكو، ناس هو سلم، اصعد انت واصعد انا وراك، ناس تصعد ورا ناس ماكو. نعم. سلمني وسلمك. ما يجي واحد احسن من واحد مستحيل، يعني هم كلهم على طاوله واحده. هل تعتقد بأنه السوداني، هل تعتقد بأن محمد السوداني يقدر يضحك على الناس ببعض المواد الموجودة بالبطاقة التموينية وهو بالمقابل دا يطلع الفاسدين من السجون اللي باقوا المال العام وباقوا قوت الناس؟ أي نعم أستاذ، يقدر يضحك على الشعب العراقي، الشعب العراقي لا حول ولا قوة، بس احنا نقول يعني احنا من يدينا على يدينا، لأن اكو ناس راحت انتخبت على الشكولات الزفرحية شاف. طيب سيد أبو عبد الله، نعم أنا أكتفي بحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك للمشاركة، وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.